هذا رجال وده يحج، ها وده يحج اي، لكنه ما يقدر اي ما عنده، والله يشوف اللي مغنيهم الله حوله وكذا نعم. يروحون يحجون على الابل ويرجعون وكذا اي، وهو ما قوى الله يا فقام وكتب ابيات وجهها لابو علي، هذا ترى من اهل تمير اي، كل ذول في تمير نعم. فيقول يا ابو علي دوك حالي صار قالت مره من كثرة الهم والهجى سطاويها، يا ليت منه يزور البيت لو مرة يسعى ويطاف والجمرات يرميها، يسعى ويطاف والجمرات يرميها، يا ليت منه يزور البيت لو مرة يسعى ويطاف والجمرات يرميها، يسعى ويطاف والجمرات يرميها، وان قرب وعوصل انضاق التبي حره تشيل شدادي وزين الدل زاهيها، تشيل شدادي زاهيها، تنشر من تمير وتمسي من ورا الحرة والصبح لازم تود السيل راعيها، والصبح لازم تود السيل راعيها، تنشر من تمير وتمسي من ورا الحرة والصبح لازم تود السيل راعيها، والصبح لازم تود السيل راعيها، يا ابو علي دوك حالي صار قالت مره من كثرة الهم والهجى سطاويها، من كثرة الهم والهجى سطاويها. قام ابو علي ايوه وجهز له ايه ورتب اموره واعطاه اياه وراح وحج، جزاه الله خير، الله يسعدهم جميعا، الله يجزاه خير ويبارك فيهم، راحوا كلهم الان، الله يجعلهم في جنات النعيم.